أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفضاء الجميل، فضاء دار قمر، للحديث حول الفن والعديد من المواهب. لقاءنا اليوم مش يكون ثقافي مع السيد فتحي الغشام، للحديث حول الحقيقة، الحديث حول عديد النقاط في حياة فتحي، وخاصة النقطة الفن التشكيلي، هذا اللي مش نتناولها بالحديث والتحليل. سي فتحي مرحبا بك. أهلا وسهلا. شنو حوالك الساعة؟ عايشك الحمد لله لاباس. لكن نحسوك في فورمة، ربي يستر، منشرح. الفضاء فضاء جميل، دار قمر الحقيقة. أولا لو كان نبداو حديثنا عن دار قمر، شنو حكاية دار قمر؟ هذه دار قمر كما قلت لك هو فضاء ثقافي الآن توا. فضاء ثقافي، إي فضاء ثقافي. يعتبر جاليري بانتور و أون ميم ثقافي، معناها تصير فيها دي مانيفستاسيون كولتورال. ميوزيك اتسترا. لو كان نحكيو شوية على دار قمر، كيفاش بدات الحكاية معها؟ بدات الحكاية أني مغروم بالبلاد العربي، مولود في البلاد العربي. حبيت نعمل حاجة هكا معناها أون ريلاسيون مع الفن في البلاد العربي، خاطر شنو البلاد العربي كلها قطعة فنية طبعا، فهمتني؟ دونك جي فولي بارتيسيبي في وسط البلاد العربي. حاسين خذيت الدار هذه من عند دار الميرا. سي وقتاش كان هذايا؟ يا اون ديزان داني يا سيدي، قبل الثورة اليونانية حاجة هكا، فهمتني؟ خذيتها أوروين وعودتها الكل، عودتها الكل ألونسيان. تو أنت كيف تدخل وتدور عمرك ما تفيق اللي فما حاجة قديمة، والكل جديد أون رياليتي، فهمتني؟ يعني صرفت عليها الحقيقة؟ صرفت عليها بس نورمال. صرفت عليها بور اريفي افير اون اوفر دار، بالنسبة لي سي اون اوفر دار مش دار. الغرامة نتاعك تحسب دار قمر مش بالساهل باش الانسان يحط فلوس باش يشري دار قديمة. بون في عاد نحط فلوس اتوريا ترافير في كراب ولا في ما نعرفش شنو، نحطهم بور مو واحد، بور مو بليزير، بالنسبة معناها للكيف نتاعي. قداش عندك من دار في البلاد العربية؟ عندي. قداش؟ عندي خلينا من العدد، ما تحبش تذكر العدد، لكن عدد محترم. نعرفوا اللي كونوا صفتها الغشام ورجل اعمال بدرجه اولى، خاطر يتسالوا شكون منين جاه الفلوس باش يشري الديار هذوما، لكن رجل اعمال. اعمال بسيط، مش هدره كبيره. ما تخافش من الفيسك سي فتحي، ما تخافش. لاباس. على كل شوف، هو هذا يدل على ولع كبير وعلى شغف بالمنازل العربي الحقيقه، بالديار العربي، اللي هو ماهوش بسهل باش تلقى انسان مغروم بشيء هذا. ولهذا عنده علاقة بالفن متاعك، عنده علاقة متين سي فتحي الغشام هو فنان تشكيلي. فنان تشكيلي نعم. يعني كان نحكيو على الغرام تاع الفن التشكيلي والمنبع الغرام هذايا، من وقتاش بدا؟ بدا عنده برشا، عنده أكثر من نقولوا أكثر من 40 سنة ومن بلوس، فهمتني؟ ملي احنا صغار كنت مع بالعزوزة ومع كالك زوتر زامي نعملوا في البنتور هيك مغرومين في البنتور، واحنا مازلنا عزاب معناها، كنت نسكن وحدي يعني، الوالد متوفين ونسكن وحدي، فهمتني؟ مغروم بالبنتور، يجيو بحذايا اصحابي كذا ونبداو نتحط ونعملوا في البنتور. يعني غرام عفوي تلقائي؟ عفوي تلقائي، ما قريناش انا با في ليكول، اوتوديداكت. عصامي التكوين عصامي التكوين. عصامي اوتوديداكت. اي سي صح. اي لو كان نواصلوا كيفاش بعتادي ولات من ايوه. اني تغرمت ياسر بالحيوت نتاع البلاد العربي. ايوه. كيف الحيوت البلاد العربي راه حاجه في الوسط. وشنو اللي جذبك في الحيوت نتاع البلاد العربي؟ سي بيزار مي سي كومسا. ترى حيط مقشر. تشوف فيه تابلو. تشوف فيه برشا حوايج. فما الناس تشوفها. انت تشوفها قطوس وانا نشوفها حاجة أخرى. برؤية أخرى. أيوة. كيفاش؟ هذاك هو اللي شاك فيه، وين نخرج من العلم تاعنا نشوف حاجات كيما هكا، فهمتني؟ دونك جي فولو اكستيريوريزي ان بو الأفكار هذيك اللي عندي، ومن بعد وليت نشاور في الحوم. الحوم معناها تاع الأزقة يعني. من بعد وليت نصور في نمشي نقعد في قهوة شعبية ونصور الناس تلعب كارت، كنت نبيع فيهم السواح. لي بورتري يعني. مش دي بورتري. آه. دي سين. دي سين فوالا. داكور. هذا يشكب علي هذا. واضح. فهمتني؟ لي زيكسبرسيون تاعهم كنت نخطفهم. نبدا نقعد في القهوة نستنى فيهم، نخطف فماش مصور. كل مرة جو في دي كروكي
وشاك فوا نعلق في روتين مرحبا ونبيع. بديت مازال عاد ما خلينا نوصلوا قبل البيوع، خلينا نشوفوا قمتش بمعارض. من الاول قمت بمعارض مي جامي كرو للمعارض. علاش؟ وين اول معرض وين كان؟ اول معرض كان في سوسه في بحر لو جي تي تي غادي. باتحاد الشغل. اي فما يظن لي كانت فما قاعه غادي كي عرضنا فيها انا وسي العبيد بالعجوز. وعرضنا زاد في قاعه الزبيدي تو برشا كيف كانت قاعه الزبيدي هذيك تو لا بها في ساقش. وعلاش ما تعتقدش في المعارض؟ علاش ما تامنش بالمعارض؟ علاش؟ على خاطر ماني مانيش نعمل في البنشور للحاكم ولا للواحد نعمل فيها روحي اول حاجه. مانيش نستخيل في واحد ورايا يعس عليا باش نعمل. يعني هي حاجه ذاتيه. باش نعمل معرض باش نوري كاني باش نعمل سي بوسيبل سي بوسيبل مي سي با بريوريتير بالنسبه لي. انا وقت اللي يوفى التابلو بالنسبه لي اللي وفات كيف وفات. كاش كي نرجع له بالاخر نقول تيا هكا ولا هكا. يعني الدوافع النفسيه هو شغف اكثر من هو كيف كيف. لو بليزير دو فير سا. كيما ترى واحد يضرب في عود هو الشيخ. بيان سور الشيخ البيبليك. اما كان الشيخ شو ما شيخش البيبليك. المتعه الذاتيه. بعد المعارض وما عملت اخر؟ قداش من المعرض اولادنا؟ تجربة المعرض قداش كانت؟ مغروم بالمعارض. قداش كانت التجربة نتاع المعرض امتدت على قداش من المعرض الفترة الزمنية؟ أربعة ولا خمسة معارض. قداش الوقت؟ أي أنا الفترة الزمنية اللي عرضت فيها وبعدين اللي تجنبت ولا تخلصت عليها تخلصت منها الحكاية؟ ما نلوجهمش ما نمشي لهمش المعارض برشا تجي معارض ما نلوجش عليهم. ومن بعد تغرقت الخيول العربيه الاصيله خاطر اجمل حاجه عند العرب واللي بقات لهم بس السول شوز اللي بقات عند العرب هو الحصان. مش عندهم ياخذ العرب بخلاف الحصان ما عندهم ما يوريو الا الحصان هكا ولا هذا موضوع يثير نقاش. مش عندهم العرب من حاجه اخرى مي الخيل الخيل العرب كحيوان جميل وانيق من اجمل الحيوانات خلق العرب. شنو ايوه انت ترى حيوان نصور فيه انا نصور فيه مغروم بيه على الاخر نعرفه بالضبط معناها نعرف كيف هي ساق وكيف معناها لي بروبورسيون تاعو الكل نعرف عيني وكذا واحد فما تابلو حطيته غالي وقتها عملت اكسبوزيسيون في غاليري سال سيتي لو شوزي سيتي لو شوفال ارا وتابلو عجبني ياسر مش عجبني معناها كلي ما حبش نفرط فيه حطيته اغلى واحد والكوميسيون تاع الحاكم شريته. قداش خذيت وقتها؟ ب 7 ملايين. عام 2000 كان مركز على الخيل العربي الاصيل. اي المرأة في الأعمال نتاعك. المرأة في الأعمال نتاعي ما خذتش بلاصة كبيرة. علاش؟ ما نعرفش سي بوتيتر انتروفيرتي ما نحبش تربيتي كانت اللي ما نظهرش ياسر العواطف نتاعي ممكن في الـ في الـ في البنتيور. ممكن مشيت للحساب من منطلق العادات والتقاليد المحافظة. لا مش تقاليد. سي إيني سي دون لي تريب معناها ما تنجمش توري مشاعرك برشا وقعدتك هكا انتروفيرتي وكا علاش نعمل بنجير بوتيت ومشيت للشبال راه جوستومون فيه ياسر هو شعر الحصان يشبه ياسر شعر الوالد هذا صحيح وعندك الحركات نتاعو اناقه اي انت كيف ترى سابو تخرج عليه امراه لابسه والرشاقه حتى في الحركات هو ريبريزونت لا فورس اي ليليغونس اكزاكتومون بالضبط بالضبط الى بوتي الى جانب الرمزيه نتاعو القوه والى جانب يعني الثبات والصبر. قلت المراه ما كانتش حاضره بالكيفيه الوطن الوطن لا نعتز ياسر بالتونس اما ما دخلتهاش في الامور نتاع الفن نتاعي جوستومون ما غير ما نشعر زاده
ما صورتش حاجه غير تونسي، ما خديتش اون اغليز ولا انسا بان صورت. ما يعجبوني، مش ما يعجبونيش، ما تحلليش، سي با مو سا، تصور كان نتاعي. ولو أن الكنيسة وكل يعني جزء من الحضارة العربية أو الحضارة التونسية بصفة عامة، يعني درت برشا متاح وشفت معناها التابلو دي جرامات ويعملوا ليزيغليز ويعملوا لينو ويعملوا كل شيء، مي جو مي سون با كونسيرني. ناخذ منهم شوية هكا بيكتورالمون، ما مش ناخذ الموضوع نتاعهم ونحطه عندي. لا، التغيرات التي حصلت في تونس، الانتقال من وضع سياسي الى وضع سياسي اخر، ما كانش عنده انعكاس في الاعمال نتاعك؟ بطرو معليش، ما حسيتش بحد شيء. شنو الانتقال اللي صار؟تو مركز على البلاد العربي، يعني ستان بروجي واخذ البلاد العربي على اساس مشروع فني. على مشروع فني، كل حاجه، كل كرسي الترافي هذاك، كل حاجه بالنسبه لي ستون اوفر دار. كيفاش مشيت مظهر البروجي هذايا؟ دونك الاعمال نتاعك باش تعملها؟ باش نعملوا نشاط تو في البلاد العربي. ايوه في البلاد العربي تاع سوسه، باش نعملوا ريزو ديجا بدينا فيه مع سي عمر. فاش يتمثل هذا الريزو؟ الشبكه هذه فاش تمثل؟ الشبكه نتاع باش نعملوا ان ريزو دو 4 و 5 ميزون دوت، هذوما نتاعنا. ومن بعد احنا نجموا نتصلوا بالمواطنين اللي عندهم دار اللي تقبل الضيوف السواح. انا نجموا نكريوا من الشركه نتاعنا تكري من عندهم ونسكنوا الناس معناها في ديارنا وفي ديار الناس اتسترا. واللي عنده زاد ما يقدر كارتيزان كحاجه باش معناها تراديسيونيل باش ياكلوها السواح باش يكونسوميها الكل، ندخلوه في المنظمه نتاعو. ومجال الفن في الموضوع هذا، الفن التشكيلي عنده علاقه بالبروجي والا يعني؟ عنده علاقه بالبروجي بيسكون با فير دون شاك في كل معناها في كل ميزون دوت ولا في كل بلاصه. فما شي تعاون مع فنانين تشكيليين اخرين؟ فما سي الحلبان. كيفاش يتمثل التعامل هذايا؟ تشوف انت يعني كفضاء دار قمر، كفضاء يعني يعتبر كفضاء للعرض، كفضاء للقاء الفنانين ببعضهم، ينجم يكون دونك. لا احنا نتلاقاو في دار قمر وغير، فهمتني؟ اما تتعامل مع سي الحلبان مع اخوان اخرين فنانين باش نشوفوا جديد نتاعنا ونتحدثوا على الفن هذايا. تنظموا لقاءات ثقافيه؟ تنظموا لقاءات ثقافيه في دار قمر وفي غيرها؟ لقاءات نتاع اصحاب، كلمه ثقافيه وديه. وديه، دونك لقاءات وديه نتاع اصحاب، دونك باش تستمتعوا ببعض الاوقات. كل الصبغه الرسميه ما عندناش، معناها العفويه والتلقائيه. صح. الجلسات العفويه والتلقائيه. ايوه. تعرض الاعمال بتاعك على صفحه الفيسبوك؟ لا، بازار بور ميزان. عندك متابعين؟ مش ياسر. وما تلوش عليهم برشا، كان ما جاو مرحبا بيهم، ما جاوش مش مشكل. شفتوا لي زميه وراه مش موجود. يعني ديما العمل على مستوى ضيق. اي والهدف نتاعك مش هدف البروز يعني. باترولو. شنو تقول للجمهور؟ شنو تقول لهم؟ ان شاء الله ربي يسترنا. الوضع في تونس يشجع على الفن التشكيلي وعلى الفن بصفة عامة وعلى الثقافة؟ لا، الوضع في تونس لازم نخدم على واحد. خاطر هذا الفن التشكيلي واحد آخر ما يخمم فيه الإنسان. أعطينا ساعة ناكلوا الخبز ونخدموا بالبدا ومن بعد نجيو للفن. هذا نقول لك رسميا. نشوفوك إن شاء الله ديما بخير سي فتحي. بارك الله فيك. وديما ناجح. شكرا. وإن شاء الله معك أنت البلاد العربي يرجع لها الألق نتاعها ويرجع لها. معك أنت ومع الناس المغرومين. والمغرومين.
المغرومين بالحفاظ على التراث بتاع البلاد العربي، هذا مهم جدا. أعزائي المشاهدين، هكذا ينتهي هذا اللقاء، نتلقاه في لقاء ثقافي أخرى وفي فرص للحديث عن الواقع الثقافي بجهة سوسة. إلى اللقاء.